وعليكم السلام. الله يعطيك العافية الأخ محمد، تفضل. الله يزيد فضلك. معاك لؤي، أهلين شلونك؟ الله على راسي، أنا راسي يا أخ محمد. أهلين، أخ محمد تفضل. بدنا توصيلة. وين بدك؟ نحن أخوي، نحن عنا عرس يوم الخميس، هذا الخميس؟ هذا الخميس الجاي عرس أخوي الكبير، وأنا وكلني ألو، البابا مشان نحجز عندك لا أجد تحجز عندي؟ العرس. لا شايفني أنا عندي صالات؟ لا لا، بس نحجز أخوي، نحن بدنا إياك بالزفة، بالزفة. أنت ما فهمت علي. ياه، إيه شو بالزفة، بدك أسوي لك يعني؟ ايه بدنا اياك تطلع معنا بالزفة. اذا في مجال، في مجال تطلع معنا بالزفة؟ لازمنا، لانه انه في معنا حريم ومعنا كثير عالم، ايه مشان تطلع معنا بالزفة. أي ساعة بدك إياه؟ ايه نحن بده يبلش العرس، بده يبلش العرس على الساعة، على الساعة 11، يعني 10 11. هو العرس رح وين العرس؟ العرس رح يكون بالحمدانية، الحمدانية بالحي، ما بعرف أي حي، بصالة النور. إيه عرفت هاي الصالة. إيه، إيه رح نكون هنيك. في مجال أنت بقى بدك تكون معنا من الساعة 10 للساعة 4 الصبح، في مجال؟ طب انا ايش بدك تسوي؟ بس امشي ورا السيارات يعني؟ انا إيه معي تاكسي. بدك تعبي، بدك تعبي عالم بالسيارة، وبدك تطلع معنا بالزفة، وتضل معنا هيك ليخلص العرس. ايه بدي يخلص العرس؟ بده يخلص الساعة 4، 4 الصبح، وبدك تضل معنا من الساعة 10 11 للساعة 4. طيب ايه؟ ايه، وبقى في مجال تكون معنا هيك، بس لازم تكون لابس طقم. عندي طاب هلا بلبسه، هدا يا بلبسه. لا ما هلا تلبسه، يوم الخميس اخو مشان ما يجي عليك. لا بدي البسه هيسو هلا. ايه تمام تمام خلي يطلع لي شي 15 سنة شيري. ايه، ايش علي ايش علي، بس يكون هيك طقم قد المقام، لانه العرس يعني مو قليل، فهمت علي؟ لا انتم بيت مين؟ اه بيت مين انت؟ نحن من بيت مجدمي. يا راسي والنعم والله. الله يسلم راسك، انت من وين؟ من حلب؟ لا من حلب انا. لهجتك شامية. لا روح يا زلمة الشامية، أنا حلبي أبا عن جد لك الله. على راسي على راسي. ايه بقى في مجال تكون معنا من الساعة 10 للساعة 4؟ إيه بس ما بحسن بفايف. ايه بقى في مجال تكون معنا من الساعة 10 للساعة 4؟ إيه بس ما بحسن بفايف يعني على الساعة 2. لا وين تفقس، ما بيصير. بس يا أهم ابني بدي احط راسي وانام، انا عندي لا كاري لا، نار بدك تكون فيها معنا الصبح. بالعرس، إذا لزمنا توصيلة لزمنا كذا، بس لازم تزين السيارة. خرج تزينها، تحط لها ورود وتحط لها ريبان. ليش انتوا كلياتكم بتزينوا السيارات؟ ايه طبعا، كل الزفة اذا تزين، ايش ده احط لها؟ حط لها ورتين من قدام وسحبها ريباني من اولها لاخرها. وهي على حساب مين؟ احسابك طبعا. الشو؟ احسابك احسابك، لا شلون يعني حسابي؟ ايه احسابك يعني، بس نحن بدنا نحاسبك اخر الشي. يعني محل ما خرج انا اقول تشبك. لا لا، منحاسبك عليها اخي. او بتعب تجي لعندي ونروح نزينها سوا. طيب خلص ما في مشكلة، انا ببعت لك حدا. عندي كريم خرا من الاخير. ايه ما في مشكلة، ببعت لك حدا بتزينوها. ايه بس اخوي انت هلا لما بدك تطلع معنا بالزفة، ايه بعد ما توصلوا على العرس، بدك بس هيك مساعدة منك، مثلا تشيل معنا الصواني، ندخل الصواني على العرس. لا ما خرج اشيل شي ولا احمل شي، معلش، ظهري موت قال اقول كاري. موت قال موت قال موت قال. طيب ايه ايه تشيل معنا، ومثلا اذا لزمنا حدا هيك يوقف على مدخل النسوان، مشان تعرف الحريم ما حلوة كمان يدخلوا هيك الحريم وما يتوفي في لا حدا. ما بوقف انا. ليش؟ لا انت جايبني تاكسي ولا ناطور؟ لا مشان ما تضل واقف هيك، يعني مشان ما تمل وتقول لي بدي انام وافقس. لا بدل ما تعزمني على عرس الرجال يا عصا بتقول لي ناطور؟ لا لا،
لا انا بعزمك اكيد، انت معزوم بس بدل انه. ما تقول اتفضل يا عم ده توقف لي ناطور. لا اتفضل يا عم، ما في مشكلة، اتفضل بس انا نتصب قهوة يا وشاي راجل معلش. المنطقة. الو الو، يعني مشان تصب قهوة وشاي اذا في مجال، كمان يعني مساعدة مساعدة. هلا هو هتطلع نحن مشنية كمان وعرقية. هلا نحن بصراحة، نحن بصراحة يا اخ محمد لازمنا حدا شوفير وصبيب قهوة وشاي بقى هيك، يعني انه براس بعضها بقلب بعضها مثل ما بيقولوا. واخذ من المعزيم كل واحد ايه شوي يعني ولا ما اخذ؟ ايه اذا صح لك تاخذ، وين المشكلة؟ واذا فيك تشيل العريس تقدر تشيل العريس؟ باكل خرب المعلقة. ايش بدك تشيلوني؟ ايش بدك تساووا فيني انتو؟ لا لا، نشيل تشيل العريس، انه هيك تحطه على كتافك. ماشي هذا انا ما بحسن، قلت لها عصويني ما بحسن لكل خرا. انت صرعتنا وانت عتبربق يا زلمه. هدي شوي عم نحكي مع الزلمة. مين هاد؟ لسه بر بر بر. مين هاد؟ ايه الو ايه الو، ايه بقى في مجال تساعدنا ان شاء الله؟ تمام. الله بس يجزي. ما راح اخضر انا. لا لا لازم نطلع معنا للأربعة لبين ما نجيب النسوان شو بدك تعطيني؟ اللي بدك اياه. في عنا كمان بدنا نجيب رقاصتين، بدنا نطلعهم معك، رقاصات روسيات وين ده طالع معي؟ بتطلعهم بحضن، يعني وين بدك تطلعهم؟ شايف عندي سوزيكي يعني ده طالع الخلوة طالع معي؟ بدك تطلع على الرقاصات مشان دخلهم على العرس. يا عيني على الله على الشغلة. ايه ايه، في عنا رقاصتين روسيات، مو ما عندك مشكلة؟ ألو ولازمنا حدا، لازمنا حدا يلملم من تحت، شو اسمه، من تحت النقط تبع الرقاصة. لا انت صرت تاكل خرا كتير. ها الله يسامحك، ليش كله شغل اخوي؟ الشغل ما اختلفنا. عم تقول لي بدك ياني بالحفلة انا بطلع معكم، بس تقول لي صبيب والم يا اخي يا صورة الله صورة الله. سوء، يعني ما فيها شي، يعني هيك لا بتلم. انت شد عمرك ولاك ليش عم تقولوا لك؟ شد عمرك انت العريس؟ انا اخوه، اخوه الصغير. لا توجه تحارة انت. انا عمري 13 سنة. انت عمرك 13 سنة؟ ايه والله الاخر عليك خرا. ليش؟ اعطيني ابوك، اعطيني اخوك او ابوك، اعطيني ولاد. يلا يلا. الو 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 الو، مين معي؟ الو استاذ ايش انت ايش اسمك؟ الو، مين معي؟ لا انت ايش اسمك؟ انت مين؟ انت متصل، مين معي؟ يا حبيبي ابنك متصل لي وعبالي لي بدك تطلع معنا بالحفلة وبدك تصب قهوة وبدك توقف محل النسوان قدام نافور، وبقول لي هلا بدك تطالع روسيات وبدك تروح تلم المصاري. لا انتو ما عارفين تربوا له الولد. رقم غلط اخوي، مخربط. لا شلون رقم غلط؟ صلى لا بسلامك تحكي تتصل، معي براي في وجهكم. لا تغلط ولا تتصل فينا، تتصل على العالم بنصاص الليالي وتغلط عليهم. يا حبيبي ابنك متصل لي بدي اخرف في تمه. لا تغلط على ابني، انت متصل خير، مين معي؟ مالك العرقان متربيه؟ لا الله يسامحه، بعيب، عيب تتصلوا بالعالم يا بنصاص الليالي، حسنان عيب تتصلوا بالعالم بنصاص الليالي وتقعدوا تتحرشوا فيه. انا ابني قاصر، لك روحوا يا روحوا. انا ابني قاصر نفس